الشمس. والله المهم حنا كانوا عايضنا الدنيا، المهم هودنا كنا غادي نهودوا الابار رايان، وفي التالي ريدنا العامل قال لك لا وقفنا وجينا خارجين ماشي اللي وقع لنا غير تحية نضالية عالية للإخوان، تحية عالية للساكنة ديال مدينة جرادة، تحية عالية لكل الشعب المغربي قاطبة وكافة المتضامنين مع الابن ديالنا ريان اللي هو حاليا ربما في اليوم الرابع نقع اليوم الخامس من ربما في هذه البيئة هذا. جينا من مدينة جرادة لهذه المنطقة لهذا المكان لهذه الواقعة اللي وقعت اللي كانت كسفوا لها للأسف الشديد، ان ربما ذاك البئر راه ما فيهش ريان بوحدو بقدر ما انه فيه حنايا كاملين كأبناء مدينة جرادة والمغاربة كاملين راهم وسط ريان. جينا جسدنا الموقف من الباب الإنساني من الباب الأخلاقي، مجموعة ديال الشباب عمال ديال الساندريات طوعوا باش انهم يجيو يديو واحد الخدمة معينة لهاد الطفل بحكم انهم يعني ذوي تجربة وكيمتهنوا ولا كيحترفوا هاد المجال ديال الابار ديال نتاع الموت. جينا نشدنا السلطات على اساس انه يجي شي مسؤول نتواصلوا معاه، بالفعل جا السيد العامل ومعاه يعني مجموعه ديال المسؤولين وطرحنا عليه على اساس انه يفتح المجال للاخوان انهم يمشيو يبادروا يشوفوا شنو كاين لعل ولا عسى يقدروا يعني يقدموا شي حاجه لهاد يعني. كان التواصل سلبي تمنعنا باش اننا الاخوان ديالنا ينزلوا، مسألة طبيعية مشينا ريحنا قلنا لهم إذا احتاجتوا شي حاجة مرحبا. بقات هكذاك التحقوا الإخوان ديالنا مشاو ونزلوا عيطوا لهم الناس ديال نتاع كيسميتو اللي لتحت ونزلوا على أساس باش أنهم صافي غادي يهبطوا يشوفوا شنو خص يداخلنا وتشجعوا الإخوان بكل فرح بكل سرور. يعني كنحييو هاد الشباب هادو اللي نزلوا نزلوا ما تردوش لحظة، بالعكس راه منين عيطوا لنا على اساس انه راه تفتح المجال باش انه الدراري تاع السندريات ينزلوا، الدراري جاو كيجريو من الجبل الفوق فرحانين وعازمين باش انهم يخرجوا الاخ ديالنا ريال. يعني في الوقت اللي كينزلوا كنتفاجئوا مرة ثانية يعني كيجي هاتف من جهة معينة كيمنع هاد الشباب باش انهم ينزلوا لاسباب ربما ذكرها الاخ.